محتاجين نص كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، ومية دافية للعجن. سهل جدا جدا إن شاء الله. يلا بينا. اوكي. شكرا. ننزل بالدقيق وبعدين الخميرة، وأول ما ننزل الخميرة نفتكر السكر على طول، وناخد كمان البيكنج باودر. اتضربت ووزعنا الخميرة، نقدر نحط بقى شوية ملح ومية دافية للعجن لحد ما العجينة تلم معانا وتكون طرية شوية. يلا بينا. كده على العجينة أخبارها إيه؟ لسه محتاجة عجن، لسه محتاجة مية، ومحتاجة تاخد وقتها في العجن. يلا بينا. مهم جدا ان انا اسيب العجينه وهي لسه يعني من جوه رطبه جدا، تلم نفسها بنفسها، حتى لو احتاجت معلقه دقيق ان انا الم بيها وبايدي وكده، بس في العيش الشامي انا محتاجه عارفين اللبابه اللي جوه العيش دي، هو ده بالظبط هي ايه العجينه الرطبه من جوه. علشان نعمل الشكل ده لازم تكون العجينة رطبة مش ناشفة جدا. حاليا هي محتاجة عجن تاني ومحتاجة معلقة دقيق او نص معلقة دقيق، مش هديها لها دلوقتي. هنعجن كمان عجنة ونزل معلقة الدقيق ولم بايدي كمان، ايدي كمان هيبقى فيها الدقيق علشان اعرف الم العجينة بيها. يلا بينا.
زي ما احنا شايفين كده. هوريكوا حاجه، انا ما حطيتش الدقيق اوكي، علشان مع العجن هي لمت نفسها بنفسها، هتحتاج بس في ايدي شويه دقيق المهم بيها، بس مع العجن هي بتلم نفسها. وبلاقي ان الحله اللي انا بعجن فيها هتلاقوها نطفت مع العجن الزياده. الجلوتين لما بيتحرك وبيبتدي يشتغل، الجلو ده اللزق ده هو اللي بيخلي العجينه تلم. عجنه كمان. كده ناخد في ايدينا الدقيق، معلش احركها كده عليا، عجينة طرية حلوة جدا مظبوطة. نعمل كده، هوريها لكم عن قرب حالا. بصوا اهي، حالا شايفين عجينة العيش عاملة ازاي اهي. اوكي، ده مش هيحصل معانا ان العجينه تلم وتبقى بالشكل ده الا لو اديناها الميه واخدت حقها في العجن، فبالتالي هي من جوه طريه شويه، من جوه طريه شويه اوكي، عامله زي الصلصال، ومن بره انا لميتها بالدقيق، فالرغيف عندي كده جاهز لان هو يبتدي يتقطع واسيبه يخمر كور. اقدر ان انا اسيبه بالشكل ده، اسيب العجينه كده والمها تاني كده 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 كده، واسيبها حوالي نص ساعه ترتاح، وبعد ما ترتاح النص ساعه اخدها اعملها كور واسيبها تاني ترتاح 10 دقائق وهي كوره، وبعدين افردها واسيبها ترتاح وهي رغيف. يلا بينا الاول نعمل ايه، نقطعها كده الكور بتاعتنا كده. رش الدقيق على الكاونتر اللي هي هترتاح عليه بالشكل ده، على حسب بقى حجم الرغيف اللي احنا هنعمله. ناس كتير بتحب في رمضان تعمل عيش شامي في البيت، او بتحب العيش الشامي اصلا في رمضان، فايه الوصفة معاكم اهو اذا حابين انه يبقى موجود عندكم من عمايل ايديكم. التلزيقة اللي جوه دي مهمة جدا. وبعدين نغطي العجينة عشان وشها ما ينشفش. ايدي بس يبقى فيها دقيق كده وانا بشتغل. وهكذا مهم قوي ان احنا نكورها بالشكل ده ونلمها بالشكل ده علشان الرغيف بتاعنا يطلع مظبوط كده. حلو، ناخد الفوطه ونروح نغطيها، وبعدين
نجيب اللي كورناها وخمرناها وبقت بالشكل ده. نرش على وشها شوية دقيق ونبتدي بقى ايه نفرد في الرغيف. النشابة هنرققه كده وبالراحة برضو، لأن العجينة بقى بتكون ايه حساسة جدا دلوقتي. كده عملناه على شكل الرغيف، ما ينفعش نخبزه دلوقتي خالص، لازم نخبزه لما يرتاح كمان شوية طالما اشتغلنا في التشكيل. مقادير العيش الشامي اللي احنا بنعمله دلوقتي اتطلبت مننا وهتنزل حالا على الشاشة. خدوا بالكم، دايما بقول لكم العجين تفاصيل، ملمس العجينة، نسبة المية والمقادير على عيني وعلى راسي، لكن لما بناخد بالنا اللي بيشتغل قدامنا شكل العجينة عاملة ازاي وهي شغالة، ده مهم جدا. لما اتفرج على وصفة لازم اشوف بعيني وابقى فاهمة شكل العجينة كان عامل ازاي قبل التخمير وبعد التخمير، وانا شغاله دلوقتي العجينه عامله ازاي في ايدي، الطراوه، ده مهم قوي. لو في معلومه بتتقال واحنا بنتكلم برضو نحطها، لو بنكتب الوصفه نحط المعلومات دي ونحط الحاجات دي، بتتنسي يعني. وانا بتفرج ممكن اقول لك ايه العجينه هنا بتاعتي كانت رطبه، بصي حطينا الدقيق في ايدينا لكن انت كان ممكن نستعجل ونحط دقيق، انا قلت لكم ممكن تحتاج معلقه دقيق بس انا علشان خايفه ان انا افضل اعجن 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 وانتوا بتتفرجوا عليا فتتضايقوا من صوت العجينه، فابقى عامله حساب حاجه زي كده، فاقول ايه طب المها بمعلقه عجين بمعلقه دقيق بسرعه. وانس احنا بس صبرنا هي لمت نفسها وادتنا النتيجه المظبوطه. فانا مش عايزاكم بقى انتوا كمان تستعجلوا خالص. هو بصراحه العجين والخبيز ده بيعلمنا الصبر. انا حاليا حاطه في الفرن صينيه فاضيه، قلت تسخن علشان نحط الرغيف فيها سخن، انا بحب اعمل كده. مفيش مشكله من ان احنا نحط فيها، يعني نحط دلوقتي مثلا الرغيف ده دلوقتي كده احطه في صاج واسيبه يخمر واقوم مدخلاه على طول على فرن سخن، مفيش مشكله من اللقطه دي عادي، لكن انا بحس ان الافضل ان الرغيف يدخل على طول على السطح وهو سخن، السخونية الجامدة في الفرن. فكده عملنا، هعمل آخر رغيف كده وبعدين نحط في الفرن الرغيف اللي هو خلاص برضو ارتاح وأخد وقته. رشي دايما السطح بالدقيق كده مع العيش، بيحتاج انه ايه يترشله من تحت ومع النشابة وكله. اوكي، ناخد اللي سايبينهم، وطبعا زي ما بقول لكم برضو انتوا كمان تكونوا يعني مدين وقت كويس جدا مغطيين العجينه وهي بالشكل ده كده علشان ما تنشفش.
انا هحطها في الفرن، هحاول اخد الرغيف بالراحه واحطه على الصينيه اللي في الفرن ونجرب كده في الرغيف ده. يلا سريعا نقفل عليه ونسيبه يستوي. تمام، الكلام ده كله برضو لازم يرتاح وبعدين نسوي. بصوا حلو قوي 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 اهو، بصوا عليه. تمام، يلا نحط اللي بعده بسرعة علشان يلحق برضو ينفش جري. يلا بينا. احنا عملناهم ودول العيش الشامي، سايبينهم بقى يرتاحوا خالص كده وبعدين نشتغل فيهم. تمام، طلع الاستوى يامي، حلو قوي قوي قوي. على فكره ممكن تدوله وش يكون مش غامق قوي كده، يعني لو بتحبوا الوش يبقى فاتح مفيش اي مشكله. عايزين بقى نحط ده كمان، تعالوا ايه نحط دول. انا عملتها زي اسمها ايه اللي بتاعه العيش، حد يعرف؟ حد يفكر؟ مطرحه اهو، دي اسهل حاجه عشان لو لما لمست العيش، في عيش من اللي انا لمسته هبط كده شويه مكان ايدينا يعني. لسه واخد، انا هفتح عادي. بصوا واخد اللون الابيض العادي، فانتي اتحكمي في درجه السوى عادي. على فكرة الفرن شغال فوق وتحت، مفيش مشكلة من ان انت تشغليه تحت فقط اذا الفرن سخن جدا، بس اذا عندك امكانية ان انت تشغلي فوق وتحت شغلي فوق وتحت احسن، ويكون الرف اللي هنحط عليه الاقرب لتحت، يعني مش في النص، لا انا مقربة الشبكة لتحت خالص وبس مش لازقها في الصاج، فاول رف تحت خالص، وبعد كده انا مشغله من فوق ومن تحت، فبالتالي هيستوي من فوق ومن تحت وهياخد لون. اتحكمي في اللون زي ما انت عايزه. على فكره النتيجه اللي في الفرن دي مش هتحصل لو انتوا استعجلتوا في انه مرتاحش وهو رغيف، اوكي؟ يعني عملتي كل الخطوات صح بس جيتي في الاخر وهو رغيف كده، ما سبتيهوش في حاله مش هيطلع كده. انا قلت اهو، اقعدوا بقى ابعتوا لي وقولوا لي عملناه وما بينفخش وما عملش، سهله.